أحمد مي من مواليد 26/7/1984، ابن التضامن من ولاية أريانا. بالنسبة لمجال الخدمة بتاعي، نعمل مانتونونس ريباراسيون جي اس ان تصليحات الجوال لحسابي الخاص. مترشح للدائرة الانتخابية 2 مارس بالتضامن من ولاية أريانا. تقدم بالترشح هذا المجلس المحلية الجديدة بموجز انتخابي باش يساعد ولاد حومتي والشباب والكبار اللي هما موجودين في عماد 2 مارس. بالنسبة للموجز الانتخابي غير مؤكد جدا كم باش يكون بالاستماع للمطالب اللي هما باش يقدموها لنا مستقبلا من الناحية الاقتصادية، التعليم والصحة. السعي والعمل المشترك مع المواطن لإيجاد حلول قابلة للتطبيق والاستمرارية في مجال ديمومة العمل. بالنسبة لولاد حومتنا عندهم برشا مشاكل، لازم احنا ندرسوا الملفات الموجودة تخصهم الكل مما جميع، من الصحة، التعليم، التنمية، كل شيء. عندنا مشكل صغير زادة في الرياضة، باش نحاول نحسنه في الرياضة اللي هي مشكل كبير برشا. عندنا صالة كبيرة مغطاة ماهيش قاعدة تخدم جنب. الاهتمام بمشاغل المواطن في الناحية الاجتماعية، تطوير المجال الرياضي بصفة خاصة كبيرة كبيرة برشا 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 زاد. نحب نقدم رسالة للشباب من ولاية أريانا الكل، التضامن 2 مارس خاصة يوم الانتخابات، نوجه لكم رسالة أكيد، راهو يلزمكم تمشي وتنتخبوا. علاش؟ مش للمصلحة الخاصة، مصلحة عامة لنا نحن الكل. راهي المشاكل نتاعنا باش تحل، يلزم نمشي وننتخبوا باش من بعد في المجلس المحلية هذايا يصير اجتماع نتشاوروا فيه شنو هي الحاجات الناقصة، شنو هي المش ناقصة، ونكونوا مجلس محلي خارق للعادة. وشكرا.